عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، أهلا وسهلا بكم في مقطع جديد من قناة بيبليت. اليوم حكون عندنا نزالين. النزال الأول حكون بين العنقاء العاصفة والمنقفة. 3-2-1. طبعا يا شباب حكون عندنا انطلاق قوية في شهر رمضان في قناة، هذه قناة بيبليت، حننزل بشكل يومي، ممكن في اليوم ننزل 3 مقاطع 4 مقاطع حسب المزاج. إذا وصلتوا 30,000 مشترك حنبين الذهب. السلام، تحدي قوي يا رجال. 30,000 مشترك؟ لا يا عمي، 30,000 ما بكثير، خلينا نقول 10,000 مشترك. بس لسه بدري، 10,000 مشترك ممكن. ها نبين جون زي فلوقات، نسوي جولة في البيت، نوريكم بعض الألعاب إذا كان تبغون نلعبها. يصير الجولة الأولى كان فوز العنقاء. ننزل الملعب نصور لكم. نبدأ جولة ثانية. 3-2-1. الجولة الثانية ثالث فوز الموج الخاطف. الجولة الثالثة 2-1. كده خلاص انتهت الجولة الثالثة بفوز العمقاء. يتأهل العمقاء معانا للنزال الأخير اللي هو بعد هذه الجولة أو بعد النزال. النزال الثاني حيكون بين الميزان المتوهج والحمل الغاضب. 3-2-1. راح نلعب النهائي في الحلبة الهجومية. الحلبة الهجومية بعد الجيم هذا ما بيكون هي. نخلي الجيم هذا من جولة واحدة. خلاص اللي يفوز في هذه الجولة ينتقل للجولة اللي بعدها عشان ما نطول مقطع. انتهت الجولة بفوز الميزان المتوهج على الحمل الغاضب. كذا يصير معانا في النزال الأخير العمقاء والميزان. والخسرانين هم الموج الخاطف والحمل الغاضب. الحلبة الهجومية هذه الحلبة الهجومية. طبعا النزال حيكون بين 3 جولات او جولتين حسب الفائز. نبدا الجولة الاولى. 3-2. الجولة الأولى انتهت بفوز الميزان المتوهج والخسران هو العبقاء. الجولة الثانية 3-2. الجولة الثانية انتهت بفوز الميزان المتوهج. كذا خلاص الجولة الثالثة ما لها داعي، ونبارك للميزان المتوهج الفوز في هذه الحلقة.
وبس كده نكون وصلنا نهاية المقطع. في كل نهاية المقطع نقول لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وبس كده. سلامتكم، وصلنا الختام. سلام.